بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجمعية رسالة، وشكرا لسعد سمير طبعا اللي خلينا نتحدى في الخير، وشكرا لكل المتبرعين، وشكرا لكل المتطوعين في جمعية رسالة. وانا اللي جيت بنفسي النهارده وشفت الخير وشفت هم بيعملوا ايه عشان يوصلوا للناس اللي مستحقه. وباذن الله الفتره الجايه ديت نشوف خير اكتر. بشكر المتطوعين طبعا اللي بيعملوا خير لجمعية رسالة، بشكر الناس اللي بتتبرع، وباذن الله الفتره الجايه دي مزيد من التبرعات ان شاء الله نعدي المرحله دي على خير. وشكرا لجمعية رسالة.